الآن في واحدة من مزارع صنعاء منطقة الرحبة المحتوية على نبات الكوبش، هذا الخضار الذي يعتبر من أهم الخضار في فصل الشتاء. لكن هنا معنا نوع من الآفات الخطيرة جدا، وهي ذبابة الكوبش ودودة الكوبش كما تلاحظون أثرها الآن. ننصح المزارعين في هذه الحالة بحراسة الأرض قبل 20 يوم من الزراعة واستخدام المبيد اللازم وهو مادة الإيمكتين بنزوات. كان معكم محمد حجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.